سيادة العارف، كنعتذر لك على الانقطاع، نرجع لك مرة أخرى. كيفاش شفتي الاختيارات ديال البنزرتي في هذا اللقاء؟ خاصة كانت مؤاخذات من الجمهور على المستوى اللي ظهر به كومارا منذ العودة ديالو، وكذلك السعيدي. كيفاش شفتي انت الاختيارات على العموم؟ حيت بعد اللقاء ديال كايزر شيفز في جنوب أفريقيا، خلى الجمهور استبشر خير مثلا بذاك اللاعب فرحان مثلا، او مدين او استرغات، قال ممكن انه في حاله غياب جبران او ابو الفت او ذلك، كان ممكن تعطى فرصه لبعض اللاعبين الشبان اللي بينوا على العلو كاع ديالهم. بطبيعه الحال كنهنوا المولودات توجع الاداء، خصوصا كنشوفوا ان المولودات توجع جاي من اربع انتصارات متتاليه، فهذا دافع عطى اللاعبين ديال المولودات يلعبوا ضد الوداد في هذيك المقابله في المستوى. بالنسبه لاختيارات البنزرتي، فكنظن البنزرتي عارف باللاعبين ديالو منذ مجيء ديال البنزرتي، فكنشوف الوداد تبدلات واقعيا منذ مجيء ديال البنزرتي، كنشوف فريق الوداد تبدل، فكنظن البنزرتي هو عارف القيمه ديال كل واحد، ولكن كانوا بعض الاختيارات اللي ما كانوش اللي ما كانوا ما كينقص من القيمه ديال اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي، اللي كيعرف بان اللي كيجي لفريق الوداد البيضاوي كيجي باش يلعب على الالقاب. تاسست فريق الوداد البيضاوي الفريق الالقاب، فكانوا كنظن ان كما قلت لك قبيله في العامين ديال اول مباراه في رمضان، فماشي غير على الوداد حتى على مولوديه وجده، ولكن كان كما قلت لك كنهني فريق مولوديه وجده اللي قدم مباراه في المستوى، رغم انه كان ينهزم في هذيك المقابله اللي في المباراه الاخيره في الدقائق الاخيره جات واحد الكره باش الوداد ينهي المباراه وياخذ ثلاث نقاط، ولكن كنظن الحظ والتسرع ديال بعض اللاعبين، وخصوصا ان بعض اللاعبين ما كانوش في هذاك المستوى ديالهم اللي عودوا الجمهور ديال الوداد البيضاوي، اللي عودوا الجمهور ديال الوداد البيضاوي طيله بدايه السنه، فهذه هي الكره. فالنتيجه ديال التعادل بالنسبه للوداد فهي نتيجه سلبيه، خصوصا ان الدار البيضاء، وكنظن نتيجه التعادل فهي ايجابيه بالنسبه لمولوديه وجده. انت سي عبد الحق كنت كتلعب في لاعب وسط الميدان، وجمهور ديال الوداد الان كيتسائل مثلا على ايوب سكوما، ياك كتعرفو مزيان، واكثر الجمهور يقول دابا سكوما كان الفريق كيدفنوه وهو حي، كيشوف ان اللاعب كان في اوج العطاء ديالو مع فريق الفتح، والجمهور نادى به في الصيف باش يجي باش يعطي الاضافه، ولكن كيشوفوا ان البنزرتي كيفضل عليه لاعبين اخرين. انت مثلا كمدرب، واش كتبان لك سكوما كاينه بلاصتو في ثلاثي الوسط ديال الوداد؟ سكوما كلاعب فقط دول المغرب كامل ما غتلقاش خو هذاك الدري، حيت انا عاشرته وعرفته وكنعرف القيمه ديالو، ولكن كاين شي حوايج ما تقدرش تعرف تعلم بها. كنظن ان سكوما تسرع في العوده ديالو للميادين بعد الاصابه ديالو اللي جاتو، وكنظن الناس كيقولوا بان سكوما ما باغيش يلعب، سكوما بالعكس سكوما خلى بزاف ديال العروض وجا للوداد، انا عرفته ودويت معاه قبل، فكنت كان يتصور معايا وكنت تصور معاه، فخلى بزاف ديال العروض وجا للوداد. كنظن سكوما كما قلت لك تسرع في العوده ديالو للميادين ديال الميادين، بحيث انه كان تصاب وفاش رجع عاوتاني جاتو الاصابه، هذا اللي ما خلاش السكوما يرجع يرجع للمكان ديالو المعود، ولكن كان واعد ان السكوما غادي يرجع ان شاء الله وغادي يعطي الاضافه للوداد اللي كيتسنى من الجمهور، اللي عارف بان جمهور الوداد البيضاوي عارف السكوما شنو كيسوى. فعلا سي يوسف ابو العبد، بالنسبه لنفس السؤال السكوما، ونزيدوا لهم بعض اللعابه اللي الجمهور بحال السرغات بحال المدن ولا بغى يشوفوا ديما، بحال الكركاش اللي من رجع الوداد يلاه لعب تقريبا شي 45 دقيقه. شنو رايك في المساله هذه؟ واش هذا الوقت، اش هذا هو الوقت؟ حتى ما يمكن روزنامه هي ضيقه، راه ماتش كل ثلاث ايام، واش ماشي هذا الوقت باش البنزرتي يحاول يدور اللعابه؟ خاصه كاين بحال الوسط كاين بزاف اللعابه اللي يقدروا يكونوا في الدور بينهم. البنزرتي معروف عليه ما كيدورش اللاعبين ديالو، ولكن كنظن ان جا الوقت بحيث انه مقابلات فهي متسلسله، فكنظن هذوك اللاعبين الشباب اللي يلعب البارح هذاك الدري راه عنده بلاصه ديالو ان شاء الله من هنا قدام غيقول الكلمه ديالو. حيمود ها؟ كتقصد حيمود يا؟ في المنشا ديالو كيبان لك اللاعب يعني اللي غادي يقول الكلمه ديالو في المستقبل ان شاء الله، ولكن خصو غير يزعل واحد شويه غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله. باش ما نشدوكش بزاف اش شايت العريف. بالنسبه للافي، الجمهور تيقول كيفضل انه يشوف اللافي كرقم 10 ماشي في الاطراف. هو اصلا كيلعب
تهاجمي، فحتى فاش كان في المولوديه ديال الجزائر فكان كيلعب في اتحاد العاصمه كنظن، فكان كيلعب من وراء المهاجمين، فكنظن انا البنزرتي في المباريات الاخيره فحطه في المكان ديالو، وكنتي كتشوف مؤيد لافي كيلعب مباريات في المستوى. فعلا فعلا سي، كنشكرك سي ايت العريف على التدخل ديالك، وان شاء الله نصادفوك في عدد جديد ان شاء الله. داخل المغرب ولا خارج المغرب، وكنتمنى هذه المباراه ديال وجده تكون سحابه وتعطي درس للاعبين باش يقدموا الاضافه للفريق وجده البيضاوي اللي معروف عليه في الالقاب ديالو من منذ التاسيس ديالو. ككلمه اخيره بغيت نسولك سي العريف، كي جاك التحكيم ديال المباراه؟ الوزير فهو حكم دولي غني على التعليق، غني على التعريف، فهو حكم في المستوى، كنظن الكره هي هذه، دوز مقابله، دوز مقابله في المستوى. شكرا لك سي ايت العريف، ونتمنى نصادفوك في حلقات قادمه ان شاء الله.